بترجعي انت بتساعديني نعملها. ايه اول شيء رح نستخدم جبنه موتزاريلا من بينار، كمان نرجع منحط ملعقه لملعقتين من جبنة. لشو بيفيد الكالسيوم؟ الكالسيوم مفيد لصحة الأسنان والعظم. بتشربي عادة حليب وبتاكلي جبنة ولبنة أو لا ما بتحبيه؟ بس يوغرت زبادي ايه بتاكلي هالقصص وبعوده كمان. وفي قصص نباتية كمان فيها كالسيوم مثل البروكولي. طيب رح أحطلك شوي أنا من الحشوة حتى تساعديني نعمل البوف بيستري. فيكي تلبسي الجلافز هولي وأنا كمان نلبس هون. انت بتساعدي الماما عادة بالمطبخ؟ ايه. شو بتحضري معها؟ بحضر معها الوجبة تبع المدرسة؟ ايه. وطبخة معينة؟ لا. شو أطيب أكلة عندك؟ رز ملوخية. رز ملوخية. مثلا البيض من برا فينا بحليب كمان ندهنه. اوكي يلا هلا رح نحطهم بالفرن حوالي 5 دقائق لـ7 دقائق حتى يتحمروا وتذوب الجبنه. ايه فيك تحطيهم فيك تحطي دقيقتك هون.